अभी मैंने गाना गाया था लक्ष्मीकांत पेडाल का, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत। हसीन हसीन मेनू اللي غنى قرباني اللي غنى قرباني كشور كومار وانور انور انور ايوه انور حسين. تعرف كيف جات الاغنيه؟ لا والله ما ادري يا اخوي. انا زين، ترى كنت مخلوع فتره طويله على بالي محمد ربيع الله يرحمه، بعدين دريت أيوة. انور طبعا الله يرحمه محمد رفيع توفى قبل تسجيل هذه الاغنيه. هو سجل أغنية كادك تيو صورة تماري، جاء الدور على هالأغنية هو كان متوفي. آخر أغنية غناها هو مترفي في التسجيل في الاستديو كانت أغنية آس باس اللي هي مالدر من ذا، أغنية تو كهي آس باس دوس. شام پھر کیوں اداس، أغنية قرباني قرباني كانت كومار ومحمد رفي يبي يسجلونه، لكن توفى الله يرحمه محمد رفي. فأنور كان موجود حق التسجيل، قالوا له احنا نباك ان صوتك نفس صوت محمد رفي. كشور كومار اول ما سمع انه بيجيبوا مطرب جديد شويه نوعا ما قال كيف تجيبوا مطرب جديد يغني معاي وديوتو وانا وياه نفس الوزن يعني في الاغاني يعني ما يصير. قال تعال خلينا نجرب، تعال غني تجربة. أول ما قلت تسغربا ميريجان، بعدين يرد علينا ميراد الميرايمان، شافه كذي شغلان وتشفي غربا ميريجان، يقول له ميراد الميرا ويا ري ميري يا رب. لا 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 أوكي يلا هنكمل. عجبه، قال أوه ذكرني بمحمد رفي وذكرني أنه ديوته حلو. مشت الأغنية مع أنور، من هنا أنور خذ شهرة كبيرة يعني صراحة. قرباني 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 تجبي قربا ميري جان ميرا دل ميرا إيمان. أنور هذا المطرب قصته حزينة وللأسف يعني أغاني معدودة على الأصابع. في بداياته هذا الشخص غنى أغنية في نهاية السبعينات، الأغنية هذه الله يسلمك اللي غناها في نهاية السبعين أغنية ما اشتهرت وايد، كان محمد رفي يقول لك الله يرحمه موجود في الاستديو اللي جنب الاستديو اللي قاعد يسجلون فيه أغنية والأنور، يقول لك محمد رفي شيء يقول حق الموسيقار اللي معالي يقول لي أنا متى سجلت هالأغنية؟ يطالع الملحن أي أغنية؟ قال هل مشغلينها أنت هناك المسجل؟ متى سجلت؟ أنا أول مرة أسمع الأغنية، أنا متى غنيت الأغنية؟ قال لا في أغنية قاعدة تسجل لايف الحين. فتح لقى أنور قاعد يغني، قال هذا صوتي لهالدرجة. المهم هذه كانت أغنية الأولى حق أنور، من بعدها نسى المسكين لأن محمد رفي طبعا موجود وصعب يعني نفس حارسنا حارس الخليج الله يذكره بالخير حمود سلطاني، وكان هو حارس المرمى مستحيل أي احتياطي يحصل دور، حتى في احتياطي يعتزل هو بعده ما اعتزل مع حمود سلطان. فتخيل يعني محمد رفي مطرب يعني واحد مثل صوته مستحيل يكمل، صح ولا لا؟ يعني حتى يبيكم ما كله كان محمد عزيز اللي يقدر ياخذ مكانته، ولا بعد سوني نقم بعد فتره. المهم محمد رفي توفى الله يرحمه، جات الفرصه حق انور، وانور من بعد اغنيه قرباني جات طلبات في اغنيه موسم موسم لافلي موسم لافلي موسم كسك انجاني دم. بعدين جات اغنيه حق راجش كنا، قالوا نحن نبغى أغنية نفس طريقة محمد رفي، ما عندنا توفى. اسم الفيلم جنته هول دار أو شيء اسمه جنته هول داري. أيوة عطوا أغنية أمسك يا أبو الهوي جو يسزا همك ملي، هذه الأغنية اللي رفعت أسهم أنور أكثر وأكثر عن قربان، لأنه غنى حق سوبر ستار معروف راجش كنا. من بعدها بدأ يطلب فلوس الحبيب، عطوا ما في مشكلة عطوا ومن حقه يعني ما في شيء من حقه. بس شو صار معه؟ كومار غوروف غنى أغنية كوي فرديسي آيا فرديس مي كوي فرديسي آيا من در، بعد أغنية
तू मेरे पास है मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है بعدين اشتهر اكثر غنى على ميتاب دل کی گلی سے بچ کے گزرنا یہ سوچ لینا پھر پیار کرنا خلاص الحين ثبت متى انتهى انور تخيل متى انتهى بسبب راج كابور كيف شلون راج كابور كان شغال على فيلم خلص السيناريو قال انا اريد انور يغني كل اغاني هذا الفيلم كل اغاني وتخيل راج كابور فيلم راج كابور من اخراجه ومن انتاجه شو معناته معناته انت يا فلان اللي تمثل في هذا الفيلم او اللي تغني في هذا الفيلم وين راح توصل خلاص كل الناس بتطلبك صح ولا لا اول ما جاء العرض عند انور قال لي راج كابور يجي عندي يقول لي تعال تغني 6 اغاني في هذا الفيلم تجي تقول له المبلغ اللي اعطيتوني شويه انا ابغى زياده لان الحين بديت اشتهر صرت اغني حق راج خنا وأميتاب بچن وحق درمندر فاعطوني زياده راج كابور راج كابور قال خلاص شكرا السلام عليكم راح جاب بداله سريش ودواكر اللي هو الفيلم شو احلى اغاني في الثمانينات مال راج كابور في فيلم بريم روك میں ہوں پریم روگی میری دوا تو کراؤ محبت ہے کیا چیز محبت ہے کیا چیز ہم کو بتا نص سدت الباب على انور جا شبیر کمار شبیر کمار اشتغل اللهم انور حصل فرصه في فيلم سوني مهوال غنى اغنية سوني ميري سوني سوني رب مجھے معاف کرے میرا انصاف کرے يعني شوي ها نادوا الناس بس ما عطوه خلاص ما لان شبير كمار شبير كمار طلع شبير كمار محمد عزيز بعدين طلع محمد عزيز بعدين الريال شو صار مسكين انور صار مديون يبقى فلوس ما حد يبي يساعده من أهله حتى ما حد يبي يساعده وعلى فكرة هذه معلومة يمكن أكثر الناس ما يعرفونها إن الفنان أرشد وارسي يستوي أخو أنور من أم ثانية وأرشد وارسي إلى يومك هذا في الإعلام ما يبي يعترف في شيء اسمه أنور يقول هذا ماكل حقنا هذا أكل فلوسنا نحن صغار نحن ما نبى نحن ما اعترف في هذا أخوي ما يتكلم عنه اذا سالت السؤال اذا ارشد وارسي انسان طيب وعلى فكره عندي الواتساب ماله وكان كذا مره طرش لي على فكره في الواتساب وطرش لي شيء عندك بعد راح تستانس طرش لي الفيديو مالك ما انا صورتك في الكويت تتذكر لقاء بعد غني اغاني كشور كمار طرش لي ارشد وارسي قال وهو وهو كشور كمار كذي فرحان كان المهم ارشد وارسي ضحك معاه وفجاه تقول له تعرف شو اخبار انور وهذا على طول يزعل منك ما يبي يكلمك اللي هي اخت ارشد وارسي ايضا ما تعترف في انور مسكين انور الحين يعني واحد من الناس اللي حالته مزريه ما حد يبي ياخذ اللهم يحاول يغني في حفلات ولا شيء هو يقول انا ندمان بس الحركه هذيك يا ريتني لو ما قلت حق راج كابور ان هذا الفلوس ما تكفيني هذا شويه واني انا واصل ما واصل كنت الحين انا ما هذا وضعي او على الاقل في الثمانينات ما كان هذا وضعي غنى كم اغنيه 15 اغنيه اغاني حلوه بس حرام 15-20 أغنية يعني غنى مسكين بعدين وشو غنى والله حمد يعني أنت شوف يعني لو هالموقف هذا طبعا الله كاتب له نصيبه كل واحد ما يأخذ غير نصيبه كل إنسان يأخذ نصيبه يعني أنور عظمك ما تلوم يعني لو يا له واحد غير راج كابور مثلا يعني منتج ثاني أو مخرج يعني قوي لكن مو قوة راج كابور ممكن تمشيها لكن تيايك راج كابور اللي هو بالسينما هو الكل بالكل انت عارف هالشيء في ذاك الوقت هو راج كابور هو كان ايقونه السينما الهنديه بالاخراج اقصد من كل شيء من جميع النواحي انتاج ف والفيلم منتج حق بريم روك حق ريشي كابور عدل بريم روك نعم ريشي كابور يعني حتى الحان الفيلم حلوه اي انسان لازم يكسر غروره ان الغرور هذا صدق يذبحك تقدیر ہے کیا میں کیا جانوں میں عاشق